أي شمس بتير أي شمس أي رب إخواني كان أسمع شو كي أبن السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء كذلك Εν πε Χριστός Ιησούς βέν σοις πλήν ερενε φάσι και το πνεύμα τίσο μάρεν σιβότον τον περέβερ πεσνανε ο νάιτε βνοτ βιότεν βέν σοις ο βέν νότι ο βέν σιρορζάς και βάζιν εγών αφέρ βάισεν ήρων αφέρε ήρων σιωπτρερ βαφτιάς ο ήρων αυτή του βεντεν σάρε γιατάι ο νούθαι إن سوف أون مارن تفبس أنت فري إيرون خم باس وفاي نتيرون تيبرون خن بين جبي بان تكراتور شوي سبن نوتي كريالا إيسو إبني بيب شوي سبن نوتي كراتور فيوت بن شوي سبن نوتي وبن سوتي رسوس بإخريستوس نشكرك على كل حال ما كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا عنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة يا رب رحم من أجل هذا نسأل من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سمع مخافتك كل حسد وكل تجربة كل فعل الشيطان وممرتنا سر أشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين انزح عنا وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إلى أنك أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوة العالم ريالا يسون تنوش تنبيوت نمبشيرين ببن أما سواب تترياس سواب نموسيوس شيرتي كليسيا بينتنيا Άγγελο σερετή παρσένο σιτά μη μπέν σωτήρ, σερενέ μαρέια τι έτσι ρομπιέ, έσνη σωσίτα μη συνάνε με βνοτή μπελόγο, σερενέ μαρέια χενό σερι, έφουαπ σερενέ μαρέια σμαβεν βέσουαπ, Σερε Μιχαήλ μπίνε στην αρσία, Άγγελο Σερε Γαμπριέλ μπισότ μπιν μπιβάι συνόβι, Σερε νησε Ροβίμ, Σερε νησε Εραφίμ, Σερε Ταγματήρου εν Ιβρανίον, Σερε να σώει Σενιώτη εν Αβού, Όστολος Σερε νημασίτη συντεύειν σώεις Ιησούς μπε Χριστός, Σέρι να κοϊβάρ συνό, σέρε μπι εφάγγι, έλεστη σέρε μπι αποστολός Ιωάννης μπι μεν ρίτεν τεμπέ Χριστός, σέρι να κοϊβάρ τυρό, σέρε μπι εφάγγι, έλεστη σέρε μπι αποστολός Άβα Μαρκός μπι σιώριμος, σέτον όβι μάρ τυρό, σέρε νε τσόιγενγε, Ένιος, Ένιας, Λόβορος, Βασιός, Υπόρογο, Αργίος, Φίλου, Πατήρ, Μαρκούριος, Αβά, Μινέ, Εν τένι, Βαϊάτ, Σέτον, Όβι, Μάρτυρος, Ερένε, Τσόι, Γενγε, Ένιος, Ένιας, Λόβορος, Νι, Μαρτυρός, Εν τέχμι, Ήτεν, Εύρες, Βέιεν, Τι, Τεσί, Ότο, Κόσε, Σουα, Μαρία, Ψοϊ, Σαρή, Μότ, Νανέμ, Πικο, Εύολιν, Τένι, Νόβι, Έτερενό σε ροκ νεμπεκιότενα αγασός νεμπεμνε μαϊσό έψι αχία εξωτιέ μόν να ειναν και το πνεύμα τίσο Θέλω σε λέει απ' δάβου κούλο που ρεπνε μου χρυσάς μου ανισάτου μου ανισαλάχη και μεχαμπ ελπάσχα اذكر يا رب مرضى شعبي يا رب ارحم ارحم فاتش فيهم امين انزع عنا كل مرض من كل سقم وروح الامراض تدهو والذين ابتلوا الامراض اخم معزيهم والمعزمين الكلمين الذين في السجون المطابق او السبي المقبوض عفوهم رب اعتقهم جميعهم وارحمهم انح المرضين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء من السامعين عزاء صغير القلوب مثل عصا أولس المضيق موضع أعطيا نعمة أعطيا معونة أعطيا خلاصا أعطيا غفرة سامة أمر نفوس نشفيها والتي لك سدنا فيها
الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا أكثر. يا مدبر قسم تعهدنا بخلاص يا رب. أبانا أخواتنا المسافرين يا رب مسافركم سالكين فرد باي الله ونحن عرب حالات أو سالكين بكل مواضع رد ما لابس حفصال المسير رد ما مشارك مع بعض صار غربتنا فاز وعمر فازها بغير ضرر ولا عاصف ولا قلق الإنقاذ. آمين يا رب ورحمة الله نسبح معنا نعترف من صورة من هذا المجد يا رب ملك السماوات والأرض أبداً بكل رد محيدي سواء من صورة القدس يا رب إله حمد من رحمته العالم الحمد يا رب يا رب باستثنين كان باستثنين الحمد أنت وحدك قدوس أنت وحدك عالي يا رب سواء من صورة القدس من الله دائمين قرس وحيث من يجوز في الإدامين منزدي الروح بكي كان ملك نور الأرض كنت أتبطل في ناس راني قدوس الله قدوس القاضي قدوس حالي زمين ومعزار الحمد قدوس الله المجد الآب والابن والروح القدس الناس والقدوس عما يا رب اخوانا خطيئنا في السماء تبقى مرضى الشعب يعني لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين قدس اسمك يا ملك ولكم الشيخ من السماء ان بغرستوس يسوس بيسوس من الليل يا سلام ولكن سيخ ذلك بيس المتنى مغرزاك رحمه من المسيح السلام نور الحق العصار الكديسة هيا طول عصر مريم الشافي على مين الجنس البشرية تشفع فينا امام المسيح اللاز ولا يبتد شيريني اوتي برسينوس تيورو امين الي Isini sherepsho sho ente ben geno sarek funan en emmanu ipinte oware bitse rabu tate se nahin kese yete tuti kanin no geno anivu Tuba ke antia mariam al hakim al afifa al kubba sani al kins al rohi Al yama man nakhiya alati nadat abdina wi aina atlana samara روح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر وأنت أيضا يا رجانا اليمام العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا فلنأكل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هكذا روحي قدوس يعطيك تمليك شيريني اوتي برسينوس تيوري من اليسيني شيريك شوشون تي بن جينوس ريك فوناني المانويل تنتي اواري بن ميموتي ابروس يشفع فينا رئيس ملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا سبعة رؤساء سبعة رؤساء ملائكة وقوف يسبحون أمام الضعف الكل نون السر ميخائيل هو الأول غابرييل هو الثاني رافائيل هو الثالث كمثال الثالوث سوريال سازكريال سرائيال عنايات أولاد المشرور العظماء الشاروبيم والسرافيم والخلاص والأرباب والقوة والأربعة من المسيدين الحاملون مركبة الله أربعة عشرين خسفسان في كنيسة في فقار أصبحون بلا فلسطين صارخين قائمين قدوس الله المرضى يشفيهم قدوس القوي الركضين يا رب نيحهم قدوس الذي لا يموت بارك ميراث أقول تكن رحمتك قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك إذا مفر الليل ويا أتبعهم تسرعون قائدي سدس أمين الليل ويا المجد لا إلهنا يشفع فينا أيها الأذناك الملكية والطغمات السمائية ليغفر لنا خطايانا يشفع فينا أيها السابق السابق يوحنا المعمدان يغفر لنا خطايانا اطلب من الرب عن الناس اتباع الرسل والسبعون تلميذا ليغفر لنا خطايانا اكتب من الرب عنا ايها البطول الانجيلي يوحنا الرسول يغفر لنا خطايانا اطلب من الرب عنا نظر الله الانجيلي مرقس الرسول ليغفر لنا خطايانا اكتب من الرب عنا رئيس الشمس المبارك
استفانوس السيد الأول يغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا أيها السيد المجاهد سيد الملك جاورجيوس ليغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا أيها السيد المجاهد محب الآب ماركوس يغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا أيها السيد المجاهد القديس أبامنا ليغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا أيها الشهداء المجاهدين شهداء إخنين ليغفر لنا خطايانا. كوني أنت ناظرة علينا في المواد العالية التي أنت كائنة في هذه العصا كل حين. اسألي الذي ولدتي مخلصنا أن يرفع عنا هذه الأبحاث ويقرر لنا السلام. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، سلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نعظمك يا أم نور الحقيقة ومجيدك يا العذراء القديسة وليتنا نقولات لنا مخلص العالم وخلص نفوس المجلس سيد المسيح فخر الرسل كل الشهداء تليل الصديقين سبات الكنائس وفران الخطايا نبشر بالسلس قدوس لهوت واعد ناس قول لنا مجدوا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يجرى ما يجرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق مساوي له في الغور، الذي به كان كل شيء. هذا لازم من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الموات في اليوم السادس كما كتب، وصعد الى السموات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده يدين أحياء والأموات الذي ليس للملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي البصري من الآب، نسجد لنا ونجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. تن گوشتی بول خایتی تیانا استاسی سه تنیره و موت نمیو هنت بیانه سنیو آمی. ترى أفعالينا آمين آمين واحفظنا وأعنا آمين. غضبك عنا وافتقدنا بخلاص امين. كريال ايسون كريال ايسون كريال ايسون كتاب نبماتي انتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لعينكم لا تبصر ولا تسمع، فلنستقل نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بالتبارك. واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمر سؤالتنا وطلبتنا التي نقدمها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم امين، لانك انت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقياماتنا كلنا. كفوا بمخافة أمام الله، نصتوا لسماع الإنجيل المقدس
فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحان، لإني أرى السماوات أعمال يديك، القمر والنجوم أنت أسست. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. قالت له المرأة: يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج، والذي معك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيدي أرى إنك نبي، آباؤنا سجدوا على هذا الجبل وأنتم تقولون إن موضع السجود في أورشليم الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة حتى إنه لا في هذا الجبل ولا في أورشليم يسجد للآب. أنتم تسجدون للذي لا تعرفونه، أما نحن فنسجد للذي نعرفه، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن ستأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب أيضا يطلب مثل هؤلاء الذين يسجدون له. الله روح هو، والذين يسجدون له يجب أن يسجدوا بالروح والحق. والمجد لله دائما. مارينوشتم بن صوتي اربي مايرومين اغاسوشين صبافشنيتار بنف ما يسوى تترياس انجيك وولتن اوشتن موستن تيونس قالوا سلم قوشو كابل في السماء قدس اسمك لياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك ان بخريستوس ايسوس بين شوي ان اوبيون سو كريم يريني باسي يتوبني وماتي إيسو. أي سيد الرب يسوع المسيح بحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل خطايانا من قبل ألم مخلص المحية الذي ينفع فوقه تلاميذ القديسين وصدق الأقبال القدس ما غفرت وخوف الأمس وصدر أنعمت الذين يعملون في كل مقدسة في كل زمان يغفر خلاف وصلنا صلاة الموت صلاحك يا محبة شنع عبيدك أبي إخواتي وضعفي المحمد مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا كل خطأني كان أخطأك بعلم وبغير علم جزاء قلب الخول أو بسرعة قلب أنت العارض ضعف البشر كصار بشر عمي خطأ باركنا أمين حليسهم. أمين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أمين الليلو يسوك سابتري كي يو كي أجيو بنيفما كنين كي أي كي استوسيون استونيون أمين تنوشي وولن بوهم موشي أوبن شور Σβε Χρέστος εσ μόνοι έρεντε έτβε μάρε επεκνάιν εν τε κερίνι οίν σοφτεν μπέκ λέω. Σωτιε μόνο να ειναν κυρία ελέησον κυρία ελέ. Κυρία ευλόγησον εμίν εσ μο ερώ εσ μο ερώ εσ τη ματανία κόνι εύον κόμπι εσ μο. Εμίν μπι Χριστός Μπερνούτσι. Εμίν εσ εσώ. Αγιον Μεσσία Ελένα Μελίκη Σαλάμ Αρτίνα Σαλάμ Αχαρνά Σαφχαδέν Λεκαλ Κούα Ολμαγδ Ολέζο Αλμπαρακα. من الآن بكرم سمكم شوك يا بل في السماوات تنوشتمي بيو
صلاة الساعة الثالثة بنهار مبارك قدمها المسيح ملكنا ولهنا ربنا يغفر لنا خطايانا كثير امين. مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الملك بركاته على جميعنا امين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ليك حسب قلبك من كل مشورتك ما تهاولا مركبات هاولا زوكسوس يوسف من قدوس 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 فصل انجيل معلمنا ماري يوحنا البشير والتمستار بركاته على جمعنا امين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله باسمي فهو علمكم كل شيء وذكركم وقلت لكم سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت ان قلت لكم ان امضي ثم اتي اليكم لو كنت احبونكم تفرحون لأن أمضي إلى الآب لأن أبا أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له شيء لكن ليعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوم ننطلق من هنا أنا هو القرن والحق يوم القرام كل غصن في اللي يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في وأنا فيكم. مجد الأدام دين أمي لك مقاله وسلام روح القدس لأنك بيت وخلصت من روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلميذ القدسين المقرئين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن سألك أن تجدده في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله روحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني ايها رب ستروح قدسك على تلاميذ القدسين الفقيرين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن اسالك ان تجدده في احشائنا ربنا يسوع المسيح من الله الكلمه روحا مستقيما محيا روح النبوه العفه روح القداسه العداله والسلطه أيها القادر على كل شيء لأنك أنت ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسانات العالم ارحمنا. يا وليد لا أنت الكرم الحقاني الحامل من عقود الحياة نسألك تمتلئ نعمة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك رب إلهنا مبارك رب يوم في يوم يهيئ طريق أنه إله خلاصنا. أيها ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة المتفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة والتحنن. فقدت العالم اسمعنا ارحمنا اغفر لنا خطايانا كثيرة امين. كريا ليسون 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 شو كابل السماوات شو سنان شو سنان صارت الساعة 6:09 من النهار وبر قدام المسيح مكولاي وأرجو أن خلنا مزميت تطول بركاته على اليمين أنا باسم خلص وحكم السماء دكساس هو قدوس قدوس وشو ماري مات البشير بركاته علينا امين. انجيل الساعة 6. فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، ففسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعمل في اليوم السادس ساعة ثم التعصير تقول رب آذت مزق صلاة المسيح نخلصنا أنا صلت سبي صلاة وطلب طلبة التفسير واسمعني عشية وبكر وغزم كلامي أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام.
يا سمعت أساس خلقك بعوض سمعته الإنسان بالقطية اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية ما سمير قصع هون من تاش عمل ويش هاتوا عيني تسكر حكمك تسكر فيتك إذا سدل ولا حقه ما دمي كثرة خطايانا فنحن بك أعذرا كثيرة شفاعتك مقبولة عندهم خلصنا أيات الأم الطاهرة طبنا من شفاعتك عند لازمك أن نرحوه مقادرة خلصنا لأنه تألمي كان ينقذنا ذكر أفتس ختم أسكننا جدا أعينا مصمد اسمك يا رب نجنا واخفنا باسمك القدوس صنعة خلاص انفاسة الأرض كلها أيها المسيح لنا عندما بسط يديك طارتين على عود الصليب فلهذا كل أمم تصرق إلى المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن من مشيتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت يا الممتلئ نعمة يا والدة الإله العذراء نعزمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهض واستحققنا الحياة الأبدية وأننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح إلهنا يا رب اغفر خطايانا كلنا السنة مرضش أبدا اشفي ابن يوسف ان شاء الله نقدرها نزيدنا مقر يا رب لأن لك المجد العزة والاسم المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب أبانا الذي في السماوات دوكسوس يوسي من قدوس 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 فصل من جيل معلمنا ماري وقال بشير والتميس دار بركات وعلى جمعنا أمين ولما رجع رسل حدثوا ما فعلوا فأخذهم بعض الانفراد مدينة سان بيسيدا فلما علم التجموع تبعوه فقبلوا مخاطم عمل قوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم الاثنى عشر وقالوا اصرف الجموع ليذهبوا للقرون المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا مأكلونه فإننا ها هنا في موضع قفر فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه وكان نحو 5000 رجل فقال للتلاميذ لا تأكلوا في كل موضع 50-50 فعلوا هكذا وأتكاهم أجمعين أخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر أسماء وبارك وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع أكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا مفضلهم 12 قفة مملوءة والمجد لدم المسيح لنا مع بيك لأنك تأتي خلصتنا أمين يا رب يا من ضاق الموت والجسد وقت الساعة 9 من الجناح والخطاة أمت حواسنا الجسمانية والمسيح لنا نجينا فلتني وسيدي قدامك يا رب قولك فهمني لتدخل تربط إلى حضرتك كلمتك أحييني يا من أسلم الروح في يدي الأب عندما عرفت على الصليب وقت الساعة 9 عدت رسم مسلوب معك لدخول الفردوس لا تغفر عني يا صالح ولا تزولني عن الدار قدس نفسي وأضئ فهمي اجعلني شريك النعمة أسرارك المحيية كما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبيحة بغير فطور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا يا من ودت ما بتقول من أجل حتمت الصلب يا صالح حتى الموت موت قدرت القيام بقيامتك لتعرض يا الله على دين جبلتهم بيديك اذر محبتك للبشر يا صالح اقبل وانتك شفاعة من اجل نجي يا مخلص الشعب المتواضع لا تتركنا الانقطاع ولا تسلمنا الى الظهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك
من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك وإسرائيل قديسة. إنك وإنك استاسيون استونيون آمين. سبتريك أيوك أغيوم نماتي يا من قبل الأعاد رحت للسارة السمين وسنيك يا صالح نحن مستغفين عمرك وكناك خطايانا نكرز خطايانا مع مؤمنين نصف معظم ينشكرنا رب ما تجيت في ملكوتك كانينك أينك استاسيون استونيون آمين. نعظمك يا من نور الحقيقة ونمجدك أسرار القديسة والإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل بشر أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد للسموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسأل ملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحل المبصق من الاب الناس كلها نمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء والكنيسه واحده مقدسه جميع الرسوليه ونعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتيه امين. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله مجدًا وإكرامًا إكرامًا في رسالة القدس لأب والابن روح القدس سلام رب الناس كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع على سورية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا مجاد الفراوين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلكم بالأجر السماوي صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقديمات يا رب
شير مما سوى بنوتي نوت فز مروت جيف نوتي فيوت بي بانتوكراتور بارك ابن الوحيد ربنا يسوع المسيح امين بارك الروح القدس المعزي فلنشكر صانع الخيرات رحم الله بربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام إن جبيبا تكرتور بشويس بنوتي Master, Lord God, the Pantocrator, Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, we thank you for everything, concerning everything and in everything. For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us into yourself, spared us, supported us, and have brought us to this hour. سنطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين الظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها أنت يا رب اللي اديتنا سلطان ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو عبيدك يا رب خدنا ماذا اليوم بقيل كهنة في شمسك ليرس كل الشعب وضعف يكونوا محرين فمس سيلوس الأخدس الأب والابن والروح القدس في الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة جمع رسولية والإثنى عشر رسول نظر إلى إنجيل مرقس الرسول طهر وشهيد بطريرك ليسوريس مع الابن ديسخورس قديس أساناسوس الرسول بطرس ختم الشهداء قديس حنة زهبي في مقنس كيروس المسيح غيروريوس
و318 بين خير 150 بين قسطنطين 200 بافسف ما بين الطول المكرس كان بابا مزدر حسين شريف خدمه رسولي بين مطر المكرم بسرابي فم حقارتي ان مبارك مملوء ما يسمح القدوس ايها الاب والابن والروح القدس ان كل من دار الدارين امين. بولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أفسس بركته على جميعنا آمين. سيروا إذن كأولاد النور لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق مختبرين ما هو مرضي عند الرب ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبقوها لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار ولكن كل ما يوبقه النور يعلن لأن كل ما أظهر فهو نور ومن أجل هذا يقول قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح فانظروا الآن يا إخوتي نظرا شافيا بالتدقيق كيف تسيرون لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل هذا لا تكونوا أغبياء بل افهموا ما هي إرادة الرب ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة بل كونوا كاملين بالروح مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا آبائي وأخوتي آمين. The Catholic Epistle from the first epistle of our teacher Saint Peter. May his holy blessings be with us. Amen. For in this manner, in former times, the holy women who trusted in God also adorned themselves, being submissive to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters you are if you do good and are not afraid with any terror. Husbands, likewise, dwell with them with understanding, giving honor to the wife, as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life,
that your prayers may not be hindered. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. And who is he who will harm you if you become followers of what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, nor be troubled. Do not love the world or the things in the world. The world is passing away and its lust. But he who does the will of God abides forever. Amen. بركة صلواتهم تكون معي ومعكم يا أباء آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعون مع النساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجلسونا على قدمنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك رجعوا إلى خصتهم، أما نحن وأخلعنا من سور وقبلنا إلى بطلوميس عكا، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجينا إلى قيصرية ودخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات حضارة كنا تربأ. وبينما نحن مقيمين هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهود النبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا واخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس أن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان ألا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني لست مستعد أن أربط فقط، بل مستعد
أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع، ولم يقنع سكتنا قائلين لتكن إرادة الرب. لم تزل الكلمة تزاد في هذه الباعة وكل باعة أبائي أخواتي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم والابن والروح القدس واحد أمين. اليوم الرابع والعشرون من شهر طوب المبارك أحسن الله انقضاءه وعاده علينا ونحن في هدوء واطمئنان مغفور خطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تنايحت القديسة مريم الحبيسة، القديسة مريم الحبيسة الناسكة. ولدت هذه القديسة بالإسكندرية من أبوين مسيحيين غنيين، فربيها تربية مسيحية وطلبها كثيرون من أولاد العظماء للزواج فلم تقبل. ولما توفى والدها وزعت كل ما تملك على الفقراء والمساكين، ثم مضت وترهبت بأحد أديرة الإسكندرية، فأجهدت نفسها بعبادات كثيرة مدة 15 سنة. ثم لبست الإسكيم المقدس وجعلت ملابسها من الشعر، وبعد ذلك استأذنت رئيسة الدير وحبست نفسها في قلايتها وأغلقت بابها عليها وجعلت فيها طاقة صغيرة تتناول منها احتياجاتها الروحية والجسدية، وكانت تصوم يومين يومين كانت تصوم يومين يومين وتفطر على الخبز اليابس. وفي الأربعين المقدسة كانت تفطر كل 3 أيام. هكذا قضت بالقلاية 22 سنة. وفي يوم عيد الغطاس المجيد طلبت قليلا من ماء اللآن وغسلت يديها وجهها وتناولت من الأسرار المقدسة، وبعدها مرضت واستدعت الأم الرئيسة والرهبات لتودعهن، ثم تنيحت بسلام فحملتها إلى الكنيسة وصلوا عليها وضعناها مع أجساد العذارى القديسات. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. في هذا اليوم أيضا من سنة 304 ميلادية استشهد القديس بسادة القس، وكانت والدته ابنة أحد كهنة الأوثان ولكنها آمنت بالسيد المسيح. ولما تقدم ابن كاهن وثني للزواج منها هربت إلى القيس، وهناك تزوجت بمزارع، فرزقهم الله هذا القديس فربياه في خوف الله وحفظ وصاياه. ولما بلغ عمره 20 سنة توفى والده تاركا له أموالا كثيرة، فصار يتصدق بها على الفقراء وازداد في العبادة والتقوى فرسموه قسا. ولما كفر دقلديانوس الإمبراطور كفر بالإيمان المسيحي، نادى القديس بسادة صوت من السماء قائلا: لماذا هذا التواني والإكليل معد؟ فقام مسرعا وتقدم إلى الوالي واعترف بإيمانه بالسيد المسيح، فأمر الوالي بتعذيبه بالضرب بالسياط والدبابيس وخلع الأظافر وغمس أظافره في الخل والجير، وكان الرب يسنده ويشفيه. ثم أرسله الوالي إلى الفيوم، وهناك أقام طفلا من الموت كان قد سقط عليه حجر كبير، وأمام والي الفيوم اعترف مرة ثانية بإيمانه المسيح الصحيح، فعذبه الوالي كثيرا وكان الرب يقويه ويقيمه سالما. فضجر الوالي منه وأرسله إلى أرمانيوس والي الأسكندرية، فاعترف أمامه للمرة الثالثة بإيمانه المسيحي، فأمر بقطع رأسه ونال الشهادة. فأخذ جسد القديس يوليوس الأقفاصي وأرسله إلى إهريت حيث دفن بكرامة عظيمة، وقد أظهر الله من جسده عجائب كثيرة. بركة صلواته تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. أجيوس أجيوس
Nile flogite. Irene pasit. Ketopne mati. Ayya Sayyid Rabbi Yasuh al-Masih Ilahuna alladhi khataba talamiza al-Qiddisin ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين شؤون يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون اسمعوا ما أنتم فطوبى لأعينكم لا تبصر أذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بطلبات قديسي اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا امر راسكم في صلاتنا وطلبتنا التي نقدمها اليك اي رب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت وحياتنا كنا وخلاصنا كنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقياماتنا كلنا أمام الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مريم البشير التلميذ الطاهر بركاته من مزامير تلاتين بين داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا يدخلنا للملك عذارى في إثرها جميع صاحباتها إليه يقدمنا يبلغنا بفرح وابتهاج يدخلنا إلى هيكل الملك مبارك ولاتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان خمس منهن جاهلات وخمس حكيمات أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتان وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن وإذا أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا ففي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبلا
فقمنا واخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكنا، فالأحرى أن تذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات: ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكنا، إني لا أعرفكن، فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. على قد ما الوقت ده مهم قوي، وقت بركة، وقت ما نستهلوش كلنا، على قد ما الشيطان بيحاربنا كلنا وعايز يخلينا منركز في جمال ورهبة وبركة الوقت ده. فياريت نصلي نقول يا رب عايزين نحس بوجودك، عايزين يا رب ننشغل بيك. كل كلمة بتتقال وبنصلي بيها في القداس نكون فاهمينها وطلعة من قلبنا، متشغلناش عنك، ما تخليش يا رب حاجة تشغلنا عنك أيا كانت، لا شغل ولا عيال ولا مرض ولا قلق ولا نتائج ولا أي حاجة. أنا مش جاي هنا يا رب غير عشان أشبع بيك وأفرح بيك وألمسك وأتقوى بيك واتكلم معاك واسمع صوتك وسبحك ومجدك وبركك مع الملائكه. فقول له رب انا عايز افرح بالوقت ده، مش عايز حاجه تشغلني عنك، عايز يا رب فعلا اخرج من هنا فرحان ايا كانت الظروف وايا كانت المتاعب وايا كانت الاحوال. اخرج من هنا فرحان وشبعان بيك كده، حاسس ان انا خدت كده قوه وخدت نعمه وخدت بركه. ربنا يسندنا ويساعدنا كلنا. كريا ليسون خن أم اسمي نعم إله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر،
الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بلاط البندي، تألم وخبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السموات، جلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لهم فيه قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبشر من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة في الخطايا. وننتظر قيامات الأموات وحياة دار الآت يا آمين. أخطيت يا أبي إخوتي سامحوني، صلوا لأجل سيمة يكوني يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام السماء هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام وبالناس المسار. سرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على الرسم، قفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا ننصت في شفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا، نسجد أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. Yeah.
روحكم ومع روحك أيضا ارفعوا نشكر الرب مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكاهن السيد الرب إله الحق الكاهن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبية والقوة إلى الشر كن زوره أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونا والسيرافيم ذو ستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وضلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا تجسد وعلمنا طرق الخلاص
أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت، الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. حقا وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، وحدد يوما للمجازاة، هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد كنحو أعماله. برحمتك يا رب وليس كخطايا، ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحياتين، نؤمن أن هذا هو بالحقيقة نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقدسه أعطاه أيضا لتلاميذ القديسين وصل أطهار قائلا، خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. Likewise the cup after supper mixed of wine and water when he had given thanks. Glory.
tested and give it to his own holy disciple and saintly apostle, saying, take, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many to be given for the remission of sins. This do in remembrance of me. This is also true. مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي وتذكروني إلى ناجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. O Stimme auf Nordchen auf, nimm aus der Tür. هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له هذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اجعلنا مستحقين كنا يسعدنا هو المقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيب مرات مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية. يا رب ارحم هذه اللي اقتنيت بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقف الأسفين وأبانا الطباو المكرم رئيس كنبات ودروث الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرمة سربيون. يا رب ارحم والذين في
صنع معهم كلمة الحق بسلام بمعنى كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامس والقسوس الأزكسين والشمامسة يا رب ارحم وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة بين الأرثوذكسيين يا رب فيها بإيمان الله. تفضل يا رب قهوة السماء وصناعة الأرض ومياه الأنهار والزروع أشبت في هذه السنة باركها يا رب رحم يا رب رحم يا رب ارحم. سيدك مقدار كلماتك فرح باقي الأرض وحرص وتكسو أسمارها أعد لزرع الحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك كليل السنة بصلاحك ملء أفراح شعبك ملك الأرملة واليتيم والغريب والضيف وملك نرجوك ونصمك قدوس لأن على الكل تترجاك لأنك أنت تطعم طعامهم في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا مطعم طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا يكون كفك لشان زادة في كل عمل صالح يا رب ارحم. أشكر رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا أمريكا الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل رب تذكر من قديسين الأرض منذ البدء بين الأطهار وسلبة والأنبياء والرسل بشنجلين والشهداء والمعترفين وكل روح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان وبالأكثار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والقديسة الطاهرة ما أريم التي وصل الكلمة بالحقيقة نمبيغس البسبيس نمبيغس ستيفانوس أرشدوك بطرمارسي مورموس ماركوس بطرمارسي شوير سنبنساديوس كوروس نمبيغس أسانس بابستروك أغس بيتروس يارو مارتيروس بيارش إيرفس نمبيغس أخسومس بأوثوديوس أماكو ساوفيلوس أغيوس ديمتريوس نمبيغس كيرلوس أغيوس باسيليوس نمبيغس البيسو أولوغوس تبرزوز بي سماتروس اغزرمان من اسم شفتي شمت شمت صوتو وقلنك يا لمبيشتيف انت كسبيت بسافشي انت افسوس نبيو بنشت اف انطونيوس نبيسي بافري نمشوت مكاري مشورتير ونستافرو فوروس نبرف تانس بيومينوس نبشوب شوي بي برومل تبيس بين نيت انت بن سوتير اغاسوس نبيو بافري كوم تكن شوي سنوتور ميوس ماكسيموس نمدو مادوس بارسيل نخلو انت شهيد نبقر سموس أمين سبر بيتيروس نبقر دانيال بغومينوس نبقر تأذر بيتيروس نبقر بخون فتكونوس دروس بفماستيس نبقر تفشون تبرشين ديس أو بيسا بفماستيس وكل مصاف قديسيك. هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذ مسف قدوس الذي دعا علينا القارئ
ويغفر لنا خطايانا. بركاتهم المقدسة فلتكن معنا. آمين. المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نايحهم. من بالمسيح تفضل أن تنيح أنفس عبيدك المنتقلين هنية استفانوس زكريا زكري بولس لبيب فتحي كرم سليمان فوزية نجيب معوض مايكل حسام فؤاد كرولوس. تفضل نحفظ قدسين إبراهيم وأسحاق ويعقوب ورفع في فردوس النعيم الموضي الأزهر من سوى الكآبة والتنهد في نور قدسين يا رب ارحم. أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء لبت أورشليم السمية في ذلك الموضع ونحن أيضا غرباء في هذا المكان. احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم والقدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضاً. فلنشكر الله الآب ضابط الكل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلاً الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع إيدينا الفوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضاً فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية غير الميتة. آمين. مساد المقدس والدم الكريم.
اللذين لمسيح الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا سلام للكون ولروحك أيضا. أيها الإبن الوحيد الإله الكلمة الذي أحبنا وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي، ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا، وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا نحن الذين أخطأنا، وهو الذي تألم نحن الذين كنا مديونين للعدل الإلهي بذنوبنا، وهو الذي دفع الديون عنا. فضل التألم عن التنعم والشقاء على الراحة والهوان على المجد والصليب على العرش الذي يحمله الشاروبيم، قبل أن يربط بالحبال ليحلنا من رباطات خطايانا، تواضع ليرفعنا وجاع ليشبعنا وعطش ليروينا، وصعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره، وفتح جنبه بالحربة لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته، ولكي يسيل الدم من جسده لنغتسل من آثامنا. حقا ودفن في القبر ثم قام ليقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية، فيا إلهي خطاياي هي الشوك الذي يوخز رأسك المقدسة، أنا الذي أحزنت قلبك بسرور بملاذ الدنيا الباطلة، ما هذه الطريق المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي؟ أي شيء تحمل على منكبك هو صليب العار الذي حملته عوضا عني. الذي جعلك ترضى بذلك أيهان العظيم أيذل الممجد
أيوضع المرتفع يا لي عظام حبا. حبك العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل تلك العذابات من أجلي. أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا، لأني عاجز حقا عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فهل رأينا حبا أعظم من هذا؟ احزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحبيب هذه الآلام. ارسمي جرحه أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو. اعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنزي وإكليل الشوك مجدي وأوجاعك تنعمي ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك فخري وشكري. يسوع المسيح، يا من جرحت من أجل معاصينا وبجراحاتك شفينا، اجرحني بحربة حبك الإله الشافي وبدم صليبك طهرني من خطاياي واسكرني بحبك يا من قبلت الموت من أجلي لتفديني وتحييني. يا ربي يسوع حبيبي، إذ رأيتني عضوا يابسا رطبني بزيت نعمتك وثبتني فيك غصنا حيا أيها الكرمة الحقيقية. وحينما أتقدم لتناول أسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك لكي أجرؤ بغير خوف أن أنادي أباك القدوس الذي في السماوات بنغمة البنين قائلا: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا،
ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خن بخريستو صلاحك يا محب البشر لكي استهرتنا كلنا تؤلفنا بك من جهة تناولنا من أسرارك الإلهية لكي نكون مملوئين من روحك القدوس ثابتين في إيمانك المستقيم وإذ قد امتلأنا من شوق محبتك الحقيقية ننطق بمجدك كل حين بالمسيح يسوع ربنا. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها صوتي سامين كتم نماتي سومي طابوثي وبروسكو من امين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم قدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين. واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس آمين. جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين. آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين. Of Emmanuel, our God, this is true. Amen. Amen. I believe. Amen. I believe. I believe. I believe and confess with the last breath that is alive, given for that your only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, took from our Lady, the Lady of us all, the Holy Theotokos, Saint Mary. جعل واحد مع لاهوت واختراط وامتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي سلم عنا خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحدي عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين given for us for salvation remission of sins and eternal life to those who partake of him يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين أمين أمين.
أن هذا هو بالحقيقة يمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السمائية الطاهرة. يا رب ارحم اقصاصيك ريا زقصا انسي Oh,
كرحمتك وليس كخطايا. واغفر لنا ذنوبنا يا مولانا يا ربي بما رحمك لا تنسانا. كرحمتك وليس كخطايا نايا. كما نغفر نحن للمذنبين إلينا والأعداء المسيئين. علمنا أن نكون متسامحين. يا أبانا الذي في السماوات. ولا تدخلنا في تجربة يا إلهنا، وإن سامحت فلا تتخلى عنا. على احتمال التجارب أعنا. يا أبانا الذي في السماوات. لكن نجينا من الشرير يا صاحب الأمر والتدبير. أنت يا إلهي على الكل سير. يا أبانا الذي اسمعوا يا شعب المسيح وتفهموا بعقل راجيح. وسيحوا بلسان فصيح. المسيح أنعمنا بالخطايا. اشكروا فضله وإحسانه لأنه أعطانا جازي الأنعام. وأنعم علينا بأسراره. يا مسيح أنعم بإرادته الإلهية وحكمته العلوية. أوهب لنا أسرار خافية. تشتهي الملائكة النورانية أن تنظر هذه العطية نعم بها للبشر. لنا بالخاص جاد علينا بالغفران وكسر عنا فخر الشيطان وأعطانا جسده قربان. المسيح أنعم لنا بالخلاص. حكمة عميقة وسر خفي لا يدركهما عقل بشري إلا الإله الحي الأزلي. المسيح أنعم لنا بالخلاص. خبزا موضوعا في الصينية
قرأ فرحا ولسانا تهليلا مأجل التمول من أسوار يا رب، لأن ما أنت نوعين بل تسمع فمنا امتلأ فرحا ولسانا تهليلا من أجل تناولنا من أسرار غير المائتة يا رب، لأن ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس. نعم أيها الآب لأنك رحيم نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام والعز والسجود الآن كل أوان ظهر الدور كلها أمين. عبيدك يا رب هؤلاء الذين يخدمونك ويخضعون لك، حل فيهم يا رب، سر بينهم، ساعدهم في كل عمل صالح، انهض قلوبهم من كل فكر رديء أرضي، امنحهم امنحنا أن نحيا ونفكر فيما للأحياء ونفهم ما هو لك بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي نحن وكل شعبة نصرخ إليه قائلين ارحمنا يا الله. يا ملاك هذه الذبيحة الطائرة لو بهذه التسبيحة اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد والله في العالي ورد السلام نس مصر آمين الليلو يا زوك سابتري كيو كي أجيو بنيف ماتي كنين كي كيستوسيو نستونيو نونامين Noshe volen goem moshe oben chois isos be Christos es moni erented vi mari beknai te kerini o en soften bekleo soti emono nainane kiriele iso Kyrie eleison, Kyrie phlogison, eminesmo, roesmo, eroestima, tania, koni, evon, gombiesmo. Amine se shobi يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين